Alter, geht doch aus ihm. معرفوش كام، انت رايح تشتري قلم مثلا، متعرفش السعر بتاعه كام.
فانت عايز قبل ما تشتري كده يعني ايه تقدر تمنك قبل ما تبتدي تاخد قرار انك انت ايه تشتري الايه الحاجه دي او موبايل. يعني انت رايح تشتري موبايل كلكم بتعملوا كده، هو انت بتروح تشتري موبايل على طول ولا بتعمل ايه؟ تقعد تدور 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 وتشوف الحاجات اللي ايه احسن سعر دي كام وايه وتقول بقى ده هو السعر المناسب ليه هو كذا، صح ولا لا؟ افترض ان انت بس مثلا يعني هو ثمنه 5000 جنيه مثلا، ركز معايا، انت رحت لقيته هو ب 1000 جنيه هتشتريه؟ ها؟ لا هيبقى بايظ. لو انت يعني بتدرس صح يعني لا هتقول في حاجه على طول. واحد سوق معلش يعني دي ابسط حاجه يعني واحد سوق عايز يخلص منه فطبيعي ان هيكون ايه هيدي لك ثمنه كده. مثلا في مشكله كبيره وانت مش شايفها ولا حاجه، هو شغال معاك بس بعد ما تيجي تستخدمه شويه ولا حاجه هتلاقي في مشكله كبيره طلعت معاك، تبقى في حاجه غير طبيعيه فيه. طب لقيت ثمنه بدل هو خمسه اصلا طبيعي خمسه بعد ما انت دورت كده وقدرته طلع ان هو المفروض ان هو خمسه. لو لقيت ثمنه مثلا سبعه برضه هتشتريه؟ لا في حاجه، تبقى نتيجه ان انت استخدمت الاسلوب العلم الصح قلت مثلا ده هو سعره مثلا اذا كان خمسه مثلا من اربعه ونص لخمسه ونص. لو غير كده مش هجيبه او مش هجيبه من المكان ده يعني، او لو اقل كده ايه؟ مش هشتري برضه. ليه؟ في رينج معين او في انترفال معينه هي دي اللي انت هتتحرك فيها. غير كده لا، في حاجه غير طبيعيه تبقى انت المفروض تعمل. لكن طبعا اللي مش دارس بقى ومش فاهم الحق 1000 جنيه هات. طبعا مش مشكله بقى المشاكل هتيجي بعد كده. وطبعا في كتير جدا ممكن يكون النسخه اصلا او الحاجه ديت اصلا تقليد او حاجه زي كده مش الاصل، وعلى فكره الكلام ده موجود. وناس كتير جدا وقعت في حاجات زي كده. يعني اللي عنده هوايه انه يشتري بقى حاجات زي كده ولا بتاع هتلاقي 80% من الحاجات اللي جابها ممكن تكون 20% حاجات طلعت كويس، لكن تلاقي 80% منها طلعت ايه؟ فيها مشكله. تبقى ده نتيجه ان انت بتتحرك ما تجازفش بقى وايه وتعمل، لا انت في حدود العلم بقى اللي انت دارسه اللي انت فاهمه بتستخدم الادوات بتاعتك بشكل صحيح. تبقى ده اللي هو الاستيميشن، ده الاستيميشن. امال التستنج بقى؟ التستنج لا حاجة تانية خالص أو فكرة تانية خالص. واحد جه يعني عمل حاجة وقال مثلا ده احنا ممكن نقول احنا اهو في حاجات اللي هي احنا عايشينها دلوقتي. ده نسبة مش عارف انتشار المرض ده بنسبة كذا. طب احنا عايزين نشوف الكلام ده صح ولا خطأ. طب ده اسمه ايه بقى؟ تيست. واحد شاف واحد كده وقال له ده انت عندك كذا. طب هو افترض ان هو ايه؟ بناء على الهيكل بتاعه كده عندك كورونا مثلا. طب هنا محتاج يعمل ايه عشان نتاكد من الحاجه ديت؟ لازم تيست. طب ده فكره التيستنج، هناك فرق او هناك يعني تخيل معين لحاجه معينه وعايزين نتاكد من وجود هذه الحاجه. فلازم هنا من وجود ايه؟ تيست. تبقى ده مفهوم التيستنج. في حاجة معينة أو في فرض معين أو في ادعاء معين أو لا، أيا كانت الحاجة ديت أسامشن معين يعني، وإحنا عايزين نعمل إيه؟ نتأكد من وجوده. فأنت عشان تتأكد لازم هتعمل تيستنج، ونتيجة هذا التيستنج طبيعي إما ريجكت لهذا الفرض أو دونت ريجكت. ليه بنقول دونت ريجكت؟ عشان بيزد على السامبل اللي أنا أخدته أنت بتقعد تاخد داتا منها، صح؟ وبناء على هذه الداتا بتبدا تاخد الديسيشن بتاعك اللي هو ايه؟ ريجكت او دونت ريجكت. تبقى ده الفكره بشكل عام. نتيجه التستنج اللي احنا هنبتدي نشتغل فيه دلوقتي بقى هو هيكون في الاخر ايه؟ هل هناك فرض لازم هيفترض حاجه معاك معينه ادعاء معين، وانت في الاخر خالص بعد ما تعمل التستنج هنقول هل هو ريجكت لهذا الاسامشن او دونت ريجكت للاسامشن ده. خلاص فهمنا يعني ايه تيستنج؟ كويس قوي. تعالوا بقى نبتدي براحه كده. هل التيستنج له ستيبس معينه؟ هنعرفها مع بعض ونفهمها كويس قوي، وهقول الدور بتاعك انت ايه في التيستنج، هتعمل ايه؟ وبناء على اللي هيحصل معاك تقول ايه الديسيجن بتاعك، اما ريجكت او ايه دونت ريجكت. واضح كده؟ طيب تعالوا كده نشوف العناصر. طب احنا هنتكلم دلوقتي في الجزء اللي هو التيستنج هايبوثيسيس. يبقى ده اللي هو الجزء الثاني ده، احنا انتهينا من ده خلاص، صح كده؟ طيب في الجزء بتاع التستنج تو ريليشن ثيريز
هايبوسيس هايبوسيس او هايبوسيس يعني اختبارات الفروض. يعني احنا مش هنقول واحد بس، هنقول اكتر من حاجه. طبعا اكتر من حاجه دي برضه عشان ما تتخطوش، احنا كان عندنا في الانترفال استيميشن مش اكتر من حاله، هم دول الحالات اللي احنا هنشوفها عشان تبقوا فاهمين يعني ان كل حاجه لها ايه المعالجه بتاعتها ومبنيه على ايه تقريبا نفس الفكر اللي احنا في الجزء بتاع الاستيميشن. طيب الاول كده تعالوا نتعرف على اللي هي الستيبس فور تيستينج هايبوثيسز بشكل عام. بشكل عام احنا عندنا طالما بنقول تيستينج هايبوثيسز فعندنا 5 ستيبس. عندنا كام ستيب؟ 5. ايه هم الفايف؟ تعالوا نتعرف عليهم كويس قوي وهنقول لكم الفايفز دول انت هتعمل فيهم ايه. تبقى الستيبس اهي، هنتكلم بشكل عام الاول اهو قبل ما نخش في التفاصيل. اول حاجه اول ستيب حاجه اسمها النال هايبوس. انا هشرح كل حاجه بالتفصيل بعد ما اكتبها. تاني حاجه الالترناتيف. ثالث حاجه الليفل اوف سيجنيفيكانس. نمبر 4 اللي هي التست ستاتستيك. نمبر 5 ديسيجن. كلام جميل جدا. طب انا عندي كام ستيب؟ 5 اون. بشكل عام كده احنا طبعا هنفهم كل حاجه معناها ايه دلوقتي حالا، بس انت الدور بتاعك هيجي في الحته دي الجزء الهون في كل ده. نمبر 4 واحد يقول لي طب ما 1 و 2 و 3 دول عباره عن ايه؟ حاجات هتكون عندك موجوده في السؤال او مش موجوده في السؤال بقى، احنا بنتكلم على في الواقع ايه اللي هيحصل. ايه الباحث نفسه؟ الباحث نفسه هو اللي بيحدد 1 و 2 و 3. هقول لكم يعني ايه دلوقتي. طبعا بعد ما نتعرف عليهم هقول لكم الدور بتاعهم ايه، يعني هيكون ايه، لان دي شغل واحد جمع داتا، فهو اللي عارف طبيعه ال1 و2 و3 شكلهم ايه. لكن انت لما تتسال هيقول لك جيفن ان انا عندك الحاجات دي لازم هتكون موجوده معاك، يعني انت بيعيشك دور الباحث بقى. فانت المفروض الباحث معاك ايه؟ معاك الحاجات دي اللي هي 1 و2 و3. طب انت بيزد على الحاجات اللي موجوده معاك دي هتعمل ايه؟ هتختار التيست المناسب، ده الحته الوحيده اللي انت هتعملها. نتيجة لهذا التيست هتاخد ايه؟ الديسيشن بتاعك. زي ما هنتعلم دلوقتي. كلام سهل ولا صعب؟ سهل جدا. تبقى أي تيستنج عموما بقى، طبعا احنا يا جماعة الكلام اللي بناخده ده اسمه بارامتر تيست، احنا طبعا احنا علشان الكورس مش ممتد معانا فما قلناش الحتة دي. يعني أنواع التيست اللي احنا بناخدها في الجزء ده كده اسمه ايه؟ بارامتر تيست. يعني ايه بارامتر تيست؟ الداتا اللي معاك كوانتيتيف داتا، ها؟ وبتحاول تعمل لها ايه؟ تيستنج. اما الداتا لو كانت كواليتيتيف مثلا في حاجه اسمها نون بارامتر تيست، مجموعه تيست ثانيه هي اللي تتعامل مع هذه الداتا. لكن الستيبس ايا كان سواء كان بارامتر او نون بارامتر هم ايه؟ الفايف ستيبس اللي موجودين قدامك دول. واضح كده؟ طيب تعالوا دلوقتي نتعرف على المينينج بتاع 1 و 2 و 3. وبعدين لما نيجي الخطوه بتاعتنا احنا بقى كده هناخد الكيسز المختلفه اللي هي ايه؟ اللي هيتغير في القصه دي كلها مين؟ نمبر 4. لو كان كذا وكذا وكذا تستخدم تيست كذا، زي ما كنا بنعمل في الاستيميشن، ها؟ لما كان عندي التو بوبيليشن كنا بنعمل ايه؟ او الوان بوبيليشن كنا بنعمل ايه؟ لو كان مش عارف السيجما نقول هنوصل للجزء ده، يعني احنا ايه؟ بنتكلم في الجزء ده. تعالوا الاول كده، اولا انا عندي اول حاجه يعني ايه كلمه نال؟ ناخد المعنى بتاعهم بقى عشان لما تيجي انت تحل اي مشكله ازاي تصيغ المشكله دي، ويعني ايه كلمه نال هايبوثيسز والالترناتيف يعني ايه والكلام ده يعني ايه والليفل اوف سيجنيفيكانس يعني ايه وهكذا. النال دي معناها ايه؟ دايما النال هايبوثيسز ده الحاجه اللي انا بسال عليها. انا جاي بقول لك مثلا الفرض يعني القلم ده ثمنه
100 جنيه تبقى ده الفرق. وكلمه نل بتعني ايه؟ يعني ايه نل؟ يعني فارغ. ها؟ فارغ يعني؟ لا، نل هايبوثيسز يعني ايه؟ هما بيسموه النل هايبوثيسز اللي هو فرض العدم. عدم عدم يعني ايه عدم دي بقى؟ انا جاي بقول لكم القلم ده ثمنه 100 جنيه، تعالوا ناخد المثال بعيد عن الجزء ده كده. انتوا قاعدين كده بتفترضوا ان كلامي صحيح لحد ما نسبه ايه؟ العكس. فاهمين الكلام ده ايه؟ طب ليه بيسمى نل؟ ما هو انا لما اقول لك ده سعره 100 جنيه معناه ايه؟ سعره في السوق، ما انا قدرته يعني وسعره كده، سعره في السوق 100 جنيه. فانتوا كده وانتوا قاعدين كده هتفترضوا ان كلامي ده ايه؟ صحيح لحد ما تثبتوا ايه؟ نفس. طب هتثبتوا العكس ازاي؟ كل واحد وهو ماشي كده مروح هيحاول يعني يسال ما نشوف اللي بيقول لنا القلم ب 100 جنيه ده ايه عامل ازاي؟ شاف القلم يعني هو ماشي في اي مكتبه كده وماشي وبيسال كده هو ده ثمنه كام؟ ثمنه كام؟ فطبعا انتوا طبيعي كده لو انتوا واحد قال لك 99، واحد قال لك 100، واحد قال لك 105، واحد قال لك كده تقريبا كده هتقولوا ايه في الاخر؟ يعني تقريبا ده يعني كلامه مظبوط. طب انت رحت كده لقيت واحد سالته ده ب 10 جنيه ده مش عارف ب 15 ده بكذا، هتقولوا ايه؟ هو ده الكلام اللي هيحصل معاك. عشان نتاكد دايما اي فرق، وده الاستاتستيك يا جماعه مثل ان هو بيروح يجيب داتا ريليتد بالحاجه اللي بيتكلم فيها دي، وعن طريق الداتا دي واستخدام التولز بقى الاسلوب العلمي اللي هو الصح هنوصل ايه؟ هو الكلام ده مقبول ولا كلام ايه؟ مرفوض، اللي هو الديسيشن بقى. ده بقى هي الستبس، احنا مش هنشتغل بدماغنا بقى، ده احنا بنتكلم كده على ان انت قاعد وعمال تفكر، واحنا مالناش دعوه بالستاتستيك خالص ولا الاناليسيس خالص، مش انت بتعمل كده طبيعي؟ هتعمل كده. لكن هل في اسلوب علمي بقى انت ممكن واحد اثنين ثلاثه وان اخر خالص هتطلع لك قيمه وبناء عليها تعمل ريجكت او كذا؟ ده يبقى حاجه كويسه ولا وحشه؟ كويس؟ بحيث انه يجي حد يتناقش معاك بقى ما تقولوش لا ده انا نمت كده وحلمت انه كذا فالكلام ده مش مظبوط. لا، تيجي تقول له بقى ايه؟ تعالى ادي الداتا اهي، ها؟ وادي الاسلوب اهو، استخدمت كذا اهي اللي الناس بتوع الاناليسيز هم اللي قالوها وعملوها واثبتوها وتوصلت للنتيجه دي. كده ما يقدرش يفتح بقه خالص ولا يتناقش معاك. فاهمين بقى الكلام ازاي؟ هو ميزه ان انت بتشتغل. طبعا الكلام ده يا جماعه اصبح سهل دلوقتي، ليه؟ كان زمان يعني سهل دلوقتي في ايه؟ ان دلوقتي في باكج انت ما بتحسبش بايدك. الباكج جاهزه دلوقتي تديله الحاجات يطلع لك النتيجه على طول. يعني صار كل التيست والسيبس دي كلها حاجات، اهم حاجه يكون انت قاعد فاهم انت بتعمل ايه. لو انت فاهم وقاعد في اقل من 5 دقائق تلاقي النتيجه دي طالعه معاك وتبدا ايه؟ تعمل تاخد الديسيشن بشكل سريع جدا. لكن اهم حاجه تكون انت فاهم هو ده ايه؟ وايه هي الفروض بتاعتك؟ وايه هي الجزء ده؟ تكون انت فاهمه كويس قوي. فهنا بيقول ايه بقى؟ نل بتعني ايه؟ لا يوجد فرق بين ما تدعيه وايه؟ دي معناها كده. نل هايبوثيسز يعني لا يوجد فرق بين الفرض بتاعك ما تدعيه والسعر اللي موجود فين؟ في البوبيليشن. تبقى عدم نل معناها عدم وجود فرق بين ما تدعيه وايه؟ والحقيقه اللي هو المفروض السعر الطبيعي. فدي كلمه نل هايبوثيسز. فانت لما تيجي كده واحد يقول لك ان احنا هو بيفترض ان السعر بيدعي ان سعر الحاجه دي كذا، هو ده النل هايبوثيسز. وبنبص برمز ايه يا جماعه؟ اتش نوت او اتش زيرو. تبقى دايما الاتش نوت بتعني ايه؟ اللي هي رمز كده للنل هايبوثيسز اللي هي الاتش زيرو، ده معناه هو ده الفرض اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ تيستنج. طب لو ده ما حصلش، ما هو ده ممكن اما في الاخر خالص اما اعمل ريجكت اللي هو عدم حصول الكلام ده مرفوض، او دونت ريجكت يعني الكلام ده حقيقه صح. لو عملت ريجكت ما هو البديل؟ امال الصح ايه؟ اللي هو الالترنت. تبقى انت وانت بتعمل التيست عندك ايه؟ انت هتطلع بنتيجه. اما الحاجه دي مقبوله او ايه؟ الحاجه دي ايه؟ مرفوضه. طب لو مرفوضه امال الصح ايه؟ اللي هو مين بقى؟ الالترنت بيسمى اتش 1. اتش ايه؟ 1. تبقى الاتش 1 ده هو الالترنت او البديل لو انت عملت ريجكت اوتوماتيك لمين؟ للاتش نوت. وخلي بالك دايما يا جماعه الحاجتين دول مكملين لبعض. ليه؟ ده ما حصلش تبقى اوتوماتيك، ده اللي هيحصل. طب احنا عشان ما نتلخبطش دايما كلامنا عن مين؟ عن النل هايبوثيسز.
واوتوماتيك لو انت عملت له ريجكت بقى اوتوماتيك ان مين الاكسبتد اتش 1 عشان ما تلخبطش نفسك. ليه؟ لان لو واحد قاعد يحير نفسه ما بين الاثنين هيلخبط الدنيا. فانت كلامك بالنسبه للنال هايبوث اللي هو الاتش نوت هو هتعمل له ريجكت او دونت ريجكت. فخلاص انت ده ديسيشن. وخلي كلامك كله عن مين؟ عن النال هايبوث. خلاص. طب الاتش 1 دي بتجي لي فاليو ثابته ولا حالا هقول لك هتعمل ايه. بس خلينا نفهم المعنى الاول. خلاص احنا نفهم المعنى الاول ده بتعني ايه وده بتعني ايه. خلاص خليك معايا بقى كده. الليفل اوف سيجنيفيكانس، بصوا يا جماعه دايما اي تيست هناك نسبه خطا. انت بتسبح لحد فين؟ زي ما قلت لكم انا دلوقتي هو ده 800 جنيه. طب انت لو رحت ولقيته ب 99 هو يعني كلامي ها حقيقي لحد كام ممكن تقول ان انا لا ده مرفوض؟ لحد 90 95 105 110 لحد كام؟ تبقى في رينج كده او حاجه زي ما بقول كده مسموح بيها. واضح؟ فدي دايما بتحدد وبيحددها الباحث برضه اللي هو صاحب الشأن. صاحب الشأن بالموضوع هو انا الحاجه ديت ممكن تكون مقبوله لحد امتى؟ واحد مثلا اقول لكم مثال بسيط، يعني مثلا واحد هنقول في الطب مثلا، واحد راح بيعمل تيست مثلا هو عنده يشوف عنده مثلا يقول السكر ولا لا مثلا، هو في التحليل لازم قيمه محدده ولا في انترفال؟ حتى لو عدها بسنه كده يقول لك لا ما تشيلش هم. ليه؟ النسبه دي مسموح بيها يعني زي بعض، بس خلي بالك شويه. تبقى انت مقبول لكن ايه؟ ما عندكش يعني، بس ايه؟ خلي بالك شويه انت يعني مقرب من الحاجه دي. تبقى هناك نسبة سماح من كذا إلى كذا. ولكن في نسبة الأمثل اللي هي لو طلع كذا بالظبط تبقى أنت حاجة كويسة جدا. مقبول لحد أنت بقى؟ أهي لو عديت دي إيه؟ أصبحت إيه؟ فهي دي بيقول لك الله هو أنت بتعمل التيست ده تسمح لحد كام؟ فالليفل أوف سيجنيفيكانس اللي هي نسبة الخطأ اللي أنت هتسمح بيه بحيث أن أنت لو جبت الحاجة إيه ممكن تاخدها أو إيه ممكن ما تكونش إيه؟ يعني مقبولة زي ما بيقولوا كده. انت احيانا تروح تشتري حاجه كده انت عارف فيها حاجه فيها عيب معين ولكن العيب ده بالنسبه لك ايه؟ مقبول. لكن لو زاد لحد معين كده تقول لا ده ما وده بيحصل معانا كلنا صح ولا لا؟ فدي انا بشبه لك الحته دي بايه؟ هو انت بتسمح بنسبه خطا قد ايه؟ فدي هتكون موجوده معاك ومتحدده معاك. طبعا الرقم 1 و2 و3 دول كلهم موجودين فين؟ لو انا بسالك سؤال يعني هتكون موجودين. طب لو واحد ده مش سؤال ده انا بعمل اناليسس الباحث نفسه هيكون عارفهم هو ايه هو عايز يعمل تيست لايه والحاجه اللي مقبوله ايه القيمه كام وكام والنسبه كام كل ده هو عارفها من قبل ما يبتدي. ناقص مين بقى بعد كده؟ طبعا خلاص كده دي دايما بنقول مصدر رمزي يا جماعه الفا. طبعا الفا دي دايما هي الليفل اوف سيجنيفيكانس ديت اللي هي كانت الفا اللي احنا كنا شفناها قبل كده. يعني يقول لك ات 95% والالفا بتساوي كام؟ 5%. خلاص يعني دي حاجه مش جديده علينا حاجه كلنا ايه عارفينها. طيب نيجي للتست ستاتستيك وده مين؟ بيزد على الحاجات اللي موجوده عندك دي. انت رحت خدت سامبل طبعا احنا عشان نعمل التست لازم نعمل ايه؟ اللي انت رحت سالته كده وبتاع ده السامبل اللي انت خدته. السامبل ده هيكون مديهولك حجمه قد ايه؟ وطبعا لو معاك سامبل تقدر تحسب له ايه؟ المين والستاندرد ديفيشن صح ولا لا؟ وبناء على الحاجات المعلومات اللي موجوده معاك او متوفره معاك انت هتختار نوع التست زي ما احنا كنا بنشوف من شويه. هعمل لكم التقسيمه بتاعتها حالا دلوقتي وتبقى كلام بسيط قوي. اذا احنا كلامنا اللي هيجي احنا فهمنا معنى دول ايه. كلامنا اللي هيجي كله فين؟ في الستيت نمبر كام؟ 4 اللي هو ازاي بنحدد التست على اي اساس. ده اللي احنا هنقوله زي ما قلت لكم متشابه مع الجزء بتاع الاستيميشن اللي احنا خدناه. وهنتكلم في حاله الوان بوبيوليشن انا بعمل تيستنج بقى في الحاله دي. في حاله التو بوبيوليشن نشوف التستنج بنعمل ايه صح وهكذا. نتيجه التست تطلع نتيجه زي ما كلنا بنروح نعمل تيست لاي حاجه بتطلع نتيجه. والنتيجه ديت بناء عليها نتعلم الديسيشن بتاعي هاخده بيزد على النتيجه دي شكله واضح كده؟ واضح هنعمل ايه؟ طيب احنا كلامنا كله هيجي فين بقى؟ تيست. في بعض الحاجات طبعا عشان نعمل تيست عشان نعمل تيست ده ريليتد زي ما انتوا عارفين كده كلكم شفتوا بعض التيبلز اللي احنا شفناها فاكرين ولا لا؟ اللي هو الزد والتي والكاي سكوير صح ولا لا؟ والاف كل دي تيبلز موجوده. يعني ايه تيبل الاول؟
دي ريليتد مع ديستريبيوشن معين. يعني لما نقول الزد دي ريليتد مع مين؟ النورمال ديستريبيوشن، صح ولا لا؟ النورمال ديستريبيوشن ده اسمه الشكل النظري اللي بيمثل الظاهره. يعني دي كيرف، صح؟ مثلا يعني اقول لكم حاجه عشان ايه؟ اقول لكم حاجه بس معينه. انا عندي النورمال كان كده، صح؟ تبقى الظاهره بتاعتي ديستريبيوتد نورمال. يعني لها هذا الديستريبيوشن النظري، الشكل النظري يعني. ده بستفيد منه في ايه؟ انه بيحدد لي الاكسبتنس والريجكشن ريجن. تبقى عن طريق الديستريبيوشن اللي انا بعرفه ده بيحدد هو الداتا كلها هنا تحت الكيرف. فين الاكسبتنس وفين الريجكشن؟ تبقى ده الجزء السويتيكال وانا ممكن احدده قبل ما اجمع الداتا. ركزوا معايا بقى. مين اللي بيحدده لي؟ فاكرين الالترناتيف اللي هو الاتش 1؟ هو ده اللي بيحدد لي الريجن اللي هي الاكسبتنس او ريجكشن. على اي اساس؟ تعالوا كده هو في مجموعه الصف ده من اول المحاضره وهو عمال ما اعرفش بيتناقش في ايه. ها انتوا معانا ولا ايه؟ ولا جايين ضيوف في المحاضره؟ الصف ده اللي هو هم شايفين التاني هم عارفين. انا مش عايز اقطع المحاضره يعني، لكن في اوقات معينه لازم اوقف بقى. خلاص يا جماعه؟ الجزء ده تعالوا نشوفه الاول. الصياغه بتاعت السيبسي دي شكلها ايه؟ ها؟ يعني كل واحد الدور بتاعه ايه في التيست نفسه؟ هم ما بتكتبوش منظر. لا. كل واحد له دور في الديسيشن بتاعه. بمعنى ايه؟ هو انا هاخد الديسيشن ده بناء على ايه؟ فاللي بيحدد النقطه دي اول حاجه هنكتب كده الاول كده الاتش نود ديت الدور بتاعها ايه؟ انا اتفقنا مع بعض ان ده انا بعمل تيست لايه؟ ده النلط. فانا جاي مثلا المين بتاع البرايس بتاع الايه؟ القلم ده. طب انا بعمل هناخد اول كيس بقى اللي هي ايه؟ بعمل تيستنج للبوبوليشن مين. طبعا احنا يا جماعه دايما بنعمل حاجه للبارامتر فين؟ في البوبوليشن. ما هي دي اللي هي بعملها تيستنج. هل بيساوي القيمه دي ولا لا؟ فجاي مثلا بيدعي القلم ده ثمنه كام؟ اللي هي النيو بقى، مش ده المين بتاع البوبوليشن؟ بيقول ده سعر القلم ده بيساوي 100 مثلا، هفترض حاجه عشان نوضح بس 100 جنيه. هو ده الادعاء. واحد جاي بيدعي يقول لك القلم ده ثمنه 100 جنيه. فطبعا حضراتكم قاعدين كده ما عجبكوش الكلام وانتم ماشيين قعدتوا تسالوا وجمعتوا الداتا من بعض اتصلتوا ببعض ورحتوا جبتوا كده زي سامبل كده من حوالي كام؟ ان. حوالي 25 مكتبه ولا حاجه وجبتوا منها سعر القلم ده كام؟ اللي قال 90 واللي قال مش عارف 95 واللي قال 105 واللي قال مش عارف ايه مثلا يعني. وطلعتوا السامبل معاكم من كام قيمه؟ 25 قيمه. طب انتوا هتستخدموا الداتا دي بقى كده ايه؟ عشان تشوفوا الكلام بتاعي ده او الادعاء بتاعي ده صحيح ام ايه؟ خطأ. هو ده اللي انتوا عملتوه. طب تعالوا كده الاول الالترناتيف بتاعي بيتحدد بناء على ايه بقى؟ انت صاحب المشكله. فانت اللي مهتم. هو انت يعني اللي يهمك ايه في القصه دي كلها وانت رايح كده ويعني كنت يعني رايح جوي قوي على المكتبه وتسال هو انت ايه اللي يهمك يعني؟ هل انا مجازف في السعر؟ يعني كل ده وعايز تثبت ان هو اقل؟ ما لازم في حاجه في دماغك، صح ولا لا؟ ولا انا يعني قايل سعره قليل وهو المفروض ان عالي قوي؟ او كل اللي يهمك لا ده القيمه دي مش عاجبها يعني اما اكتر او اقل لكن ما تسويش كده. انا قلت على المثال اللي انا قلته ده دلوقتي. فانت على حسب اهتمامك هتبدا تحدد الالترناتيف تكتبه ايه؟ عرفتوا يعني ايه دي بقى؟ هكتب الحاجات الممكنه كلها ونشرح كل واحده منهم. الالترناتيف دي بس لازم انت هتكتب واحد منهم بس اللي هو ايه؟ اهتمامك انت. ايه اللي يهمك انت في القصه دي كلها؟ وفي حاجات طبعا لا ده انت لازم تتكتب بالشكل ده. وهقول لكم مثال عليه بس خلينا نفهم دي الاول. اولا الاشكال المختلفه ايه؟ ممكن كل اهتمامي انه لو اختلف فالميو دي هتقول نوت ايكوال كام؟ كل هو ده كل اللي يهمك. لو ده ما بيساويش 100 ده بتختلف عن 100.
مش مهم عندك بقى اكتر اقل، المهم انه بيختلف عنك. او كيس ثانيه انه جريتر ذان. لا ده الكلام اللي انت بتقوله ده المفروض ان هو لو وافقت ده يكون اكتر منه وليس اقل. الحاله الثالثه بقى الاخيره اللي هي ايه؟ ميو ها للذان كام؟ 100. ايه رايكم في الثلاثه كيس دي؟ دول ثلاث حالات مختلفه. لكن انت كباحث لو انت عندك مشكله بتحلها يعني هتكتب واحد بس منهم اللي هو ايه؟ اللي هو يهمك. طبعا ناس كتير بتتلخبط في الحاجات دي. احنا ممكن نقول لكم مثال عن بعض الامثله كده اللي هو يخليك تكتب ايه من دول ولازم تكتبه. يعني في مثال زي اللي هو شركات الادويه. لما يجي كده بيحط نسب كده في الجرعات اللي هي موجوده في الحاجه دي طبعا بيجي لهم تفتيش وياخد عينه كده من المنتج بتاعه علاج معين يعني ويبدا يشوف المكونات بتاعته ايه، هل هي مطابقه للمواصفات ولا لا. طبعا لو ليه حاجه زياده قوي او اقل قوي ده بتتعدم الشحنه كلها. يعني الناس اللي هم لهم علاقه وعارفين حد يعني او بتاع وكده هيعرفوا القصه دي. لما يروحوا على شركات الادويه في بيروحوا بقى ياخدوا عينات من عندهم ويشوف بيعمل زي فحص للحاجه دي. فلو ليه مكون حاجه اللي هي المؤثره يعني زايده عن حاجه معينه او اقل من حاجه معينه يعمل ايه؟ يعدم التشغيله، اسمها التشغيله بقى، التشغيله كلها. ليه؟ لانها اصبحت لا تعالج ولكنها ايه؟ تضر مش علاج. هنا في الحاله ديت يكتب الالترنتيف ايه؟ نوت ايكوال. هو المفروض بيساوي قيمه معينه. القيمه دي في سماح ب 5% او 1% عن الاصل. لو زاد سواء فوق او تحت يعمل ايه؟ غير مقبول. هنا الالترنتيف بيكون ايه؟ نوت ايكوال. واضح ازاي؟ طب في الحالة الثانية في حالات بقى لا جريتر ذان أو للزاد. ليه؟ مثلا نقول مثال، افترض إن أنت بتعمل إيه؟ عندك مثلا استوردت حاجة من بره وكل هنهتم بحاجة معينة عشان نركز يعني. أنا كل اللي يهمني فيها الويت، الويت بتاع العبوات دي. عندك 100 عبوه مثلا جايبهم رايح انت تستلمهم مثلا من المطار فبتعمل تشيك كده قبل ما تستلم الحاجه بتاعتك، هو المفروض وزن العبوه كام؟ 1 كيلو مثلا. ما يبقاش اقل بقى، ها؟ ما يبقاش اقل، فالمفروض يبقى مش استنى بقى. انت جاي كده بتاخد عينه كده وبتوزن الاول واحد طلع مش عارف كيلو و50 جرام. كيلو و100 جرام. هتتكلم؟ لا، امال امتى تتكلم؟ لا 999 تروح واقف بقى. هيحصل ولا لا؟ اذا طول ما هو جريتر ذان ولا هتتكلم، اذا امال اللي يهمك ايه بقى؟ لو ليه ازاي؟ تبقى هنا في الكيس اللي زي كده كل اللي يهمك انها لو ايه؟ لو قال صح ولا لا؟ فاهمين يا جماعه الكلام؟ اذا انا هنا بوضح حاجه ثانيه بقى في مجال الحرب بقى والحاجات دي. انت الهدف بتاعك بص كده معاك، الهدف بتاعك لو على بعد مثلا 100 كيلو بالظبط وانت عندك بقى جايب قذيفه كده ولا حاجه في الحرب بقى هتحذفها وانت بتعمل تيست كده قبل ما تجاوب الحاجه ديت، هنا لو ايه بقى؟ لو اختلفت صح دي هتطلع بقى الهدف، هتضرب حاجه ثانيه. فلو اختلفت هتقف. طب انت جايب حاجه تكون اكزاكت واحد، طب نوت ايكوال ينفع. طب لو الحاجه الهدف بدايته في الحته دي وبعد كده ماشي تبقى تظبط امتى؟ بالذات صح. طب لو ده نهايته تبقى يا جماعه على حسب طبيعه الدراسه اللي انا ببدا اشتغل عليها ببدا احدد مين؟ الالترنتيف بتاعي اللي هو الاتش 1. انا طبعا في الامتحان الحاجات ديت بتكون جدل موجوده معايا. يعني بقول لك تيست كده اللي هيخص مش هنخش بقى الحته في الناس ثانيه بقى طبعا اللي هم واخدين كورس استفاضه شويه نديهم مشكله كده ونحكيها لهم ونشوف هو هيحط ايه زي اللي انا بحكي دلوقتي كده. هو المفروض يفكر بقى ويقول لك لا ده المفروض الالترنتيف نوت ايكوال بيزد على اللي انت قلته ده. لكن احنا طبعا عشان طالما فهمنا بقى بيجي لك السؤال واضح ان انت عندك تعمل تيستنج بيجيب لك النل والالترنتيف بتاعك. فانت فاهم الجزء ده. تبقى دي اول نقطه يعني ايه ليه الالترنتيف بياخد الاشكال دي. تعال بقى للنقطه الثانيه بقى. هو ايه دور الالترنتيف ديت؟ هل لما تكتب دي ولا دي ولا دي الاكسبتنس والريجكشن ريجن لها تاثير عليها ولا لا؟
تبقى دول اللي بيلعبوا الاتش 1 هي ليه بقى؟ على الكيرف ده احنا لسه ما دخلناش في السؤال صح؟ ولكن بيلعب دور مهم جدا في الاكسبتنس والايه؟ والاجكشناليتي. ازاي؟ اول حاجه انتوا فاكرين طبعا ازاي؟ طبعا هنا طبعا الالفا اهي بيساوي كام؟ مثلا اذا كان 5% او 1% على حسب ما هو يقول لك ات 95 تبقى الالفا ايه او 2 صح؟ بصوا كده معايا لو كان نوت ايكوال الالفا دي بتتقسم بيكون عندي 2 تيل. تبقى لو كان الاتش 1 اهي بصوا معايا كده نوت ايكوال كلامنا كله على الاتش 1 نوت ايكوال مثلا انا بسمي دي ميو نوت بشكل عام يعني قيمه المعروفه زي ال100 كده هيكون عندي هنا ايه بقى دي تحددها كده انا عندي التيست هنا الفا باي 2 وهنا كام الفا ده الاوبجكشن ودي الايه الاكسبت ودي نقطه الايه اوبجكت اوبجكت لمين كل كلامنا على مين على النال هايبوس كلامنا كله في الديسيشن يا جماعه عن مين عن الاتش نوت فلو وقعت القيمه اللي انا من الداتا بتاعتي بقى بعد ما اجيبها والكلام ده كده ونتيجه التست طلع بينتمي للجزء ده تبقى اكسبتنس او دونت اوبجكت اتش نوت لو طلع وقع هنا او هنا تبقى في الحاله ديت ايه اوبجكت اتش نوت امال مين الطبيعي اللي هيتقبل بقى اللي هي بتحقق الاتش 1 على طول طب افترض ان هو جريتر ذان يعني كل ده اهي لو الاتش 1 ميو جريتر ذان ميو نوت في الحاله دي بيكون 1 تيل وكلها فين؟ في الجزء ده طبعا انا هنا بجيب قيمه من التيبل زي ما احنا اتعلمنا واللي هي بتحقق سواء كان للزد او التي او كذا بناء على الكلام اللي هقوله بعد شويه طب لو كان للزد الالفا كلها فين؟ في الجهه الثانيه اهي طبعا دي منطقه الاوبجكت ودي الايه؟ اكسبت هنا تبقى دي الالفا دي الاوبجكت وهنا الايه؟ واضح يا جماعه الكلام؟ طبعا دي انت هتكون محدد او هيكون طبعا انا قلت لك ده هتكون جيفن عندك فممكن من الاول خالص يقول لك نوت ايكوال خلاص وبعدين تعرف ان هو تو تيل وتطلع القيمه من التيبل وهتلاقي القيمه دي كام ودي كام تبقى دي موجوده قدامك ده الاكسبتنس والريجكشن من قبل ما نحسب اي حاجه دي معروفه في الاول اهي تبقى انا عرفتها خلاص من الاول تبقى ده الدور اللي بيلعبه اتش 1 هل هي 1 تيل ولا 2 تيل وبحدد منها الكريتيكال بوينت دي بيسموها الكريتيكال بوينت اللي هي بتحدد الفصل ما بين الاكسبتنس والريجكشن واضح كده؟ طيب الالفا طبعا بيديها لك يقول لك ات 95% اعمل لي التست ده اللي هو هينطبق على الجزء الاول اللي هو بتاع الاستيميشن ومنطبق مع ده. واضح؟ طيب ناقص مين؟ واحنا فهمنا دلوقتي يعني ايه نل؟ يعني ايه الترنتيف؟ يعني ايه ليفل اوف سيجنفكانت اللي هي الالفا؟ والدول اللي بيلعبوا الاتش 1 في اذا كان 1 تيل او 2 تيل هو ده اللي بيحددها. ناقص مين؟ بنحدد التست بناء على ايه؟ بنحدد نوع التست اللي هي الخطوه اللي انت هتعملها بقى بناء على ايه؟ تعالوا كده نشوف ازاي بنحدد نوع التست. اول حاجه زي ما كان بتشد انتباهنا واحنا بنشتغل في الاستيميشن طبعا هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ نعمل تيستنج ل 1 population مين اللي هو الميو يبقى احنا بنعمل تيستنج لمين؟ للمين بتاع الحاجه ايا كانت الحاجه دي ويتس جريتس بايسز او اي حاجه ايه اللي يهمنا عشان نحدد ده اللي هي الستيب نمبر 4 اللي هو التيست ستاتستيك عن السامبل بقى وعن البوبوليشن اللي انت بتدرسته ده. هل السيجما نون؟ فاكرين الكلام؟ او ان نون. لو سيجما نون زد تيست على طول. طب انت لو عندك السيجما نون ها؟ على طول مين؟
زد تيست. وهيساوي كام؟ تقدر نحسب بقى القيمه اللي احنا هنحسبها. اكس فال اللي هو السامبل مين ماينس الميو نوت القيمه المفترضه سيجما اوفرود ان. هو ده التست ستاتستيك في هذه الحاله. هل الكلام ده كله موجود معانا؟ اكس فال موجوده، انت جبت سامبل ومعاك الاكس فال بتاعته صح؟ ميو نوت اللي هي الاتش نوت موجوده اللي هو مفترضها كام؟ اللي هو بيدعيها يعني. والسيجما اللي هي نوت موجوده معايا، والان اللي هو حجم السامبل سايز بتاعك اللي انت سحبته. نقدر نطلع قيمه زد اللي هي بنسميها كالكوليتد اللي هي محسومه من الداتا بقى اللي انت احسبتها. طب احنا عندنا حاجتين دلوقتي. قيمه تابلوليتد اللي احنا حددناها من الاول خالص وموجوده عندنا، وقيمه ايه؟ كالكوليتد اللي انا حسبتها جبت سامبل وحسبت منه وطلعت. هتروح تشوف القيمه دي اللي انت حسبتها بتقع فين؟ حسب بقى الشكل اللي انت كنت عامله في الالترناتيف. هو بينتمي للاكسبتنس ريجن ولا للريجكشن؟ لو بينتمي للاكسبتنس هتقول ايه؟ دونت ريجكت اتش نوت. لو بينتمي للجزء بتاع الريجكشن هتقول ايه؟ ريجكت اتش نوت. وطبيعي لما تعمل ريجكت الاتش نوت تبقى اوتوماتيك يتفهم ايه؟ ان الاتش 1 هو الايه؟ الاكسبت. واضح يا جماعه؟ سهل ولا صعب؟ هو ده الديسيشن اللي هي نمبر 5. تبقى دي في الحاله ايه؟ دي اول كيس بقى، لو قابلك داتا وبالشكل ده ولقيت السيجما نون هيكون مدارك زي ما كنا بنعمل في الاستيميشن. موجوده. طالما موجوده خلاص تبقى اوتوماتيك هتعمل الزد وهتطلع لك قيمه، تشوف القيمه دي موجوده فين؟ لو بتنتمي للاكسبتنس خلاص تبقى دونت ريجكت، تنتمي للريجكشن ايه؟ ريجكت اتش نون. خلي كلامك كله على الاتش نون. خلاص؟ طيب. لو كان النون التي طبعا دي زي ما احنا عارفين قيمة التي والتي بتساوي ايه؟ نفس الكلام اكس بار ماينس ميو نوت. طبعا السيجما النون فباخد بدلا منها مين؟ الاس هو ده البديل. اوفر كام؟ دي قيمة برضه يا جماعة اللي هي كالكوليتد. واحد يجي يقول لي ايه؟ أنا لو الان جريتر ذان 30 طبعا كنا قلت لكم قبل كده لما جريتر ذان 30 بيتحول الديستريبيوشن بتاع تي الى مين؟ مش هنا في دي نورمال. لما تيجي تجيب اتش 1 يعني اتش 1 وانت بتحدد الكريتيكال بوينت اذا كان تي ولا زد، فهي لو تي لو هي تي والان او السامبل سايز جريتر ذان 30 هتجيب من الزد. اما الحساب هنا بتسميها ايه؟ تي. في الحساب هنا تي زي ما انت في اللي انت شايفه قدامك ده. امال الحته اللي لو زياده فين؟ وانت بتحدد هنا الايه؟ الريجن بتاع الاكسبتنس والايه؟ والريجكشن. مفهوم يا جماعه الكلام؟ تبقى انا ده بيحدد لي فين؟ زد ولا تي فين؟ على حسب السامبل سايز اللي هي الاكسبتنس ريجن او الريجكشن ريجن. اما في الحساب اهي دي نقول زي ما مكتوبه قدامك كده، دي اللي انت بتعوض فيها وتطلع قيمه التي، هتقارنها مع قيمه زد بقى ليه؟ لان الان ها جريتر ذان كام؟ 30 وانت بتحدد الجزء ده. الجزء ده مفهوم؟ طب انت لو بتعمل تيستنج لل1 بوبيوليشن مين؟ السؤال ما ياخدش معاك اي وقت. مدي لك النم ومدي لك الالترناتيف الليفل اوف سيجنفكنس موجود معاك صح؟ نايس ايه؟ انك تاخد الرولز ديت وتعوض فيها وتحسب وتطلع القيمه تشوفها موجوده فين بيزد على الاتش 1 هي 1 تين ولا 2 تين وتبدا تعمل اكسبتنس او ايه او ريجكشن للنال هايبوس. واضح كده ولا لا؟ كلام سهل ولا صعب؟ هو لو طلعت السامبل اكتر من 30 يعني بقى هنا 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 كتير بدل ما عشان تحدد الكريتيكال بوينت هنا الاكسبتنس والايه والريجكشن هتروح تطلع القيمه بقى مش هتلاقي في التي تمام فتروح تجيبها من زد وتبدا تحدد الكيرف بتاعها وتحددها اجيبها من زد مباشر ماليش دعوه بتي خالص ليه؟ اجيبها من زد مباشر ماليش دعوه طبعا لو زد ما انت ما فيش قدامك غير كده هو ده بيكوال ده على طول في الحاله دي في الحاله دي بعد ما حددتهم خلاص هتشوف القيمه اللي انت حسبتها هنا وتقارنها تشوفها بتقع فين. طبعا الاسئله في الجزء ده سهله جدا وبسيطه جدا واسئله مضمونه. طب مضمونه في الحل ليه؟ طالما انك انت فاهم تبقى ده تو كيسز في حاله ايه؟ لو السيجما نون او ان نون. طب لو انت عندك طبعا ممكن سؤال سهل قوي يديه لك ااا
يعني مثلا ممكن يقول لك ايه a sample ده example. ها طبعا هشوف دلوقتي بالبرزنتيشن انتوا فهمتوا صح ولا لا؟ فهمتوا؟ فلما نيجي نشوف البرزنتيشن تبقى كلام سهل وبسيط جدا. طالما نفهم طالما فهمنا هتلاقي الكلام بسيط وسهل جدا وحلو قوي، وعايزين يعني تمشوا كده تلاقوا داتا عشان تعملوا لنا الشغلانه دي عشان تطلعوا نتائج. ما هو ميزه يا جماعه الاستاتستيك ايه؟ ان يعني إيه حاجات طبيعيه ومحتاجينها نعرفها عشان ايه؟ نطلع كده تيست ونطلع نتيجه وانت اللي بتعمله بايدك. اهم حاجه انت اللي بتعمله بايدك وفاهم انت بتعمل ايه. يعني مثلا اسامبل اوف هاخد مثال بسيط كده يعني عشان يبين بنعمل ايه. اسامبل اوف مثلا 25 ستيودنت في ناس بتغلط بسرعه من الميو. يعني احنا بنعمل تيستنج ميو ويجي يكتب لي ديت الايه؟ يعني هو مش فاهمين بقى يعني كده خالص. فانا خدت سامبل اهوت من 25 ولقيت الافرج بتاع الجريدز كام؟ 6. اللي بيتكلموا يعني ركز معايا شويه. علشان اول حاجه هروح مقومه وسال سؤال. وبعدين تاني حاجه طبعا اكيد مش هيعرف. ما هو مش معقول هيجاوب يعني. بعد كده اقول له اطلع بقى. طبعا عن تخيل انا يعني ان هو يتكسب بقى ويتحرج ومش عارف ايه وبتاع، لكن للاسف الشديد ده مش هيحصل. فمش عارف تبقى نعمل معاه ايه يعني بقى ساعتها. عشان عمال نقول اسكت 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 عشان ركز معايا مفيش فايده. تبقى اكيد لما يطلع برضه مش هيتكسب ولا حاجه ولا همه حاجه. طيب واضح يا جماعه؟ and population standard deviation. population standard deviation كده سيجما. كام مثلا 2 يقول لك ايه 95%. ها اول حاجه استمت ذا بوبوليشن مين نمبر بي تيست ذا فولوينج هايبوس. يقول لك الاتش نوت ميو ايكوال 62 الترناتيف ميو مثلا نوت ايكوال 62. ده مثال ممكن سؤال على الوان اللي هو الحاجه اللي احنا خدناها دلوقتي اللي هي الوان بوبوليشن. معايا؟ طبعا انت عشان تيجي تعمل حاجه زي كده دايما كده تبسط تشوف الحاجات اللي موجوده عندك ايه. ده عباره عن سؤال في استيميشن و وتستنج صح؟ طب ايه الحاجات كلها اللي موجوده عندي؟ عند ال ال 25 والاكس بار الاكس بار بتساوي كام؟ 60. وده سيجما ولا اس؟ لا سيجما. سيجما بتساوي كام؟ بتساوي 2 والالفا بتساوي كام؟ بتساوي 5 0.05 او 5%. بيزد على الحاجه اللي موجوده دي انا محتاج ايه؟ انا محتاج ايه؟ اولا كاستيميشن محتاج زد الفا اوفر 2 ودي زي ما احنا اتعودنا كان عايز محتاج زد 0.025 صح؟ هكون انا في النهايه كده طبعا المفروض بتجيبها من التيبل هكون انا مديها لك في النهايه زي ما حصل في التيبل موجوده مثلا 1.96 خلاص. اهم حاجه بس انت من عندك تكون عارف ان انت محتاج دي زد الفا اوفر 2. ليه زد الفا اوفر 2؟ لان السيجما ايه؟ السيجما نون
سيجما نون تبقى انا محتاج زد الفا ادوات زد. احنا بنعمل في الجزء بتاع الاستيميشن استيميشن طبعا بيعمل للميو والسيجما نون تبقى زي ما انتم عارفين بقى اكس باور ماينس زد الفا ادوات سيجما باي روت ان اكس باور بلس نفس الكلام صح؟ حلت على السؤال على طول صح ولا لا؟ اهي اكس باور 60 ماينس 1.96 تايمز 2 اوفر كام؟ روت 25 وهنا نفس القصه 1.96 دي طبعا من التيبل تايمز 2 اوفر كام؟ 25 بلس مش مهم ها؟ بلس بلس تبقى الجزء الاولاني اتحل ناقص الجزء الثاني الجزء الثاني اللي هو التستنج بقول نكتب بقى تاني نكتب احنا اكتب الفايف ستيبس اكتبهم تاني انا عندي النل بيقول ايه بقى ميو ايكوال كام 62 62 ده الميو نوت اللي هو اللي بيفترض اللي هو بيسال الالترناتيف بتاعي هو اللي محدده لك اهو بقى قايل لك انها نوت ايكوال والالفا بتساوي كام 0.05 هتيجي انت كده من قبل ما تكمل تروح عامل الكيرف اللي عندك اللي هو الاكسبتنس والريجكشن ريجن لا مبني على ايه؟ على الاتش نو اتش 1 اتش 1 هنا عندي ايه؟ 1 تيل ولا 2 تيل؟ 2 تيل اتش نو جبناها من فين؟ ها؟ اتش نو اتش نو اهي خلاص موجود مال معطى يعني؟ ايوه لازم معطى طبعا ده اللي انا عايز اعملها تيست اللي انت تكون معاها تعمل تيست الايه؟ ايوه هو جايبهم لك دول كده كلهم مديهم لك انت هتعيد صياغتها تاني بس تكتبهم قدام ليه؟ اكتب الفايف ستيبس عشان تشوف الدور بتاعك ايه وانت بتحدد خليك منظم كده فالاتش 1 دي هتتحدد الاتش 1 دي اهي بيزد عليها كده هتبدا تحدد الاكسبتنس والريجكشن نوت ايكوال مينينج ان عندي هنا محتاج هنا الفا اوفر 2 وهنا الفا اوفر 2 يعني محتاج زد 0.025 وهنا زد 0.025 اللي هي طالع هنا كان نيجاتيف 1.96 صح 1.96 طب انا خلاص حددت الريجن بتاعت الاكسبتنس والايه والريجكشن دي فيها صعوبه؟ لا كمل بقى بيز على الحاجات اللي موجوده عندي هنا ده التست بقى دي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 اللي هو التستنج التست اسمه ايه بقى في الحاله دي ها تي ولا زد لا زد زد اللي هي كلكم عارفينها اكس باور ماينس ميو نو سيجما اوفر روت اكس باور اللي هي كام 62 ماينس لا 60 اكس باور اللي هي كام 60 ماينس ميو نو ميو نو اللي هي القيمه اللي هي بتاعت الاتش نو اللي هي كام 62 سيجما اللي هي كام 2 اوفر روت ان اللي هي روت كام 25 تطلع كام دي نيجاتيف 2 وهنا 2 اوفر 5 يعني كانها كام نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 طب النيجاتيف 5 وقع فين وقع بعد ال في منطقه الريجكشن ولا الاكسبتنس الريجكشن تعطونا هنا كده سنس ان قيمه زد اللي هي الكالكوليتد اهي الكالكوليتد اللي انا حسبتها من الداتا ها يبقى انا عندي قيمتين دلوقتي قيمه سوتيكال اللي هي على الكيرف اللي انا جبتها من التيبل اللي هي طالعه 1.96 سواء وهي 2 تيبل وقيمه طلعتها منين؟ كالكوليتد من الداتا اللي انا خدتها واشتغلت عليها اللي هي بتعكس الظاهره بتاعتي بيز هنا الديسيشن بتاعي ايه بقى؟ ريجكت اتش نوت تبقى الكونكلوجن بتاعك ايه؟ بيزد على الداتا اللي انا جبتها دي هذا الادعاء مرفوض. ليه؟ الداتا اللي انا خدتها من البوبيوليشن لم تعكس هذه الحقيقه. دي معناها كده. ات كام؟ ات 95% تبقى ايه؟ ب ب ب بدرجة ثقة 95% الحقيقة ديت ايه؟ مرفوضة أو هذا الادعاء مرفوض. سهل يا جماعة؟ تتحل في قد ايه؟ طالما انك فاهم طالما انك فاهم طبعا في ناس اللي مش فاهمه اقول لكم برضه عشان تبقوا فاهمين تيل عارف يعني ايه الان ويعني ايه الاكس باور حاطط كل حاجه مكان حاجه وملخبط الدنيا كلها
هو ليه عامل لك الالفا اللي هي 0.05 حاططها مش عارف مكان السيجما واللي بتاع ملخبط الدنيا يقول لك حطوا له اي حاجه وخلاص خلينا نخلص من الشغلانه دي. لكن لو فاهم الكلام ده ما فيهوش انت عارف تعمل ايه والكلام بسيط جدا. نقول ال H1 بقى نوت ميوزك بعديها كمان ولا لا؟ لا لا خلاص خلاص ما تاخدش الدنيا طالما جبت H1 تبقى البديل ايه؟ انها نوت ايكوال 62 اوتوماتيك. طبعا في اكزامبلز كتيره تانية وحاجات كتير يعني بس يعني كلها الكونسيبت طالما فاهم هتلاقي الكلام سهل وبسيط جدا ما فيهوش اي ايه ما فيهوش اي مشكله. طيب لو انا بعمل تيستنج للبروبورشن للفي هل التيست هيختلف؟ واحد بيعمل تيستنج ان البروبورشن في مثلا نسبه السموكينج في او السموكرز في المجهود ده بتساوي 0.3 هو بيدعي كده. طب عايزين نختبر التست ده هل ده حقيقه ولا لا؟ هنيجي كده ناخد منكم سامبل كده ونسال من 20 واحد مثلا طلع فيه كام مثلا بيدخل 5 مثلا تبقى ده القيمه اللي هي الايه؟ البي هات والبي نوت اللي هو بيدعيها اللي هي كام؟ احنا قلنا كام؟ 30%؟ اه 30% مثلا تبقى ال H نوت هنا اهي بالنسبه للبروبوشن بقى هل هتختلف كتير ولا لا؟ مش هيختلف. الموت هو يقول لك ايه؟ البي بتساوي مثلا بوينت اللي هو في البوبيوليشن النسبه في البوبيوليشن فيكم كلكم كام؟ هو بيدعيها كده بوينت 3 او 30%. واحد تاني مثلا ال H1 يقول لك انها ايه؟ جريتر ذان. لا ده بيقولوا ان البي دي جريتر ذان كام؟ خلينا ناخدها كده. الثاني ايه؟ بروبوشن دي بتكون غلط. بتقول ايه؟ ما سمعتش السؤال. احنا ايه؟ بنشرح ايه دلوقتي؟ لو انا عندي الداتا طبعا احنا خدنا الداتا في حالتين. لو انا عندي داتا بعمل تيست للبوبيوليشن مين والكيس الثانيه لو انا بعمل تيست للبوبيوليشن بروبورشن. عارف البروبورشن ايه هي؟ الداتا عندي كواليتيتيف فانا ما عنديش اكس بار ولا ستاندرد ديفيشن. امال عندي البديل ايه؟ النسبه زي اللي احنا قلنا دلوقتي مثال اللي هو المدخنين مثلا. واحد جاي بيدعي كده يقول لك ده نسبة المدخنين بين طلبة انتوا ايه سنة ايه؟ سنة تانية. انتوا تانية سنة تانية كام؟ 30%. واحد تاني قال لك لا ده احنا عايزين يعني عايز يختبر بقى الكلام ده حقيقة ولا لا؟ طب هو اللي في دماغه ايه؟ اللي بيختبر ده؟ لا ده هم أكبر من كده. تمام؟ فاحنا هنا عملنا ايه؟ المفروض انا بناء على الكلام الاول قلت البي بتساوي اللي هو الادعاء 30% هو بيقول ان ايه؟ لا ده جريتر ذان 30%. فده البديل لو عملنا لو ريجكت ده هيكون ده الايه؟ ده البديل. يقول لك ات 95% تبقى الافضل بتساوي كام؟ 0.05 خلاص متعوض. عايزين نعمل تيست بقى هل النسبه كده الادعاء ده صحيح ام ايه؟ أم غير صحيح مقبول أم مرفوض. فإحنا في الحالة ديت هي البروبوشن لها شكل واحد بس. لها شكل إيه؟ اللي هو دايماً زد. طب زد هتساوي إيه؟ لأن خطوة رقم أربعة بقى. مش نفس. بي ماينس. بي. بي ماينس. ماينس اللي هي البي هاد ها؟ مش نفس من البتاع الأول؟ بي نوت. أيوه حاضر حاضر كويس. هو كام؟ بي نوت في 1 ماينس البي نوت سيجما يعني ها؟ هو كام؟ اوفر ان. انتوا فاكرين لما كنا بنعمل استيميشن؟ ده اللي هي ده الستاندرد ديفيشن في حال ايه؟ في حال البوشن ده احنا كنا خدناه في الاستيميشن. طبعا انت عشان
عشان تحدد بال H1 الاكسبتنس والريجكشن ريجن صح ولا لا؟ تعالوا كده احنا قلنا البروبوشن ديستريبيوتد ايه؟ زد صح؟ طيب طب انا محتاج هنا ايه؟ الالفا كلها فين؟ جريتر ذان يعني الالفا كلها هنا. طب انا بحسب هنا من التيبل زد 0.05. طب انت هتروح كده للتيبل فين قيمه زد اللي القيمه ديت كام؟ بعدها كام؟ 0.05. انا هكون برضه مديها لك في نهايه التيبل جايب لك زد 0.05 عشان اشوفك انت هتعمل ايه. لكن انت في الكيس دي كده محتاج لزد كام؟ 0.05 اللي هي هتلاقيها يعني في التيبل بقى 1.6 ممكن 4 او 5 يعني ماشي. هتلاقي مكتوبه زي ما مكتوبه ايه حطها. تبقى ده القيمه اهي. تبقى ده الريجكت لو بعد كده ولو ايه اكسبت لو ايه قبل كده. هتيجي انت تحسب بقى بناء على ديت هتاخد الديسيشن بتاعك بناء على القيمه اللي هي الكالكوليتد اهي وقعت فين؟ في الاكسبتنس او ريجكشن. طبعا السؤال ده ممكن يتغير. لو غيرنا مين؟ لو كان ديت نوت ايكوال مين اللي هيتغير في القصه دي كلها؟ الكيرف. لكن الحسابات مش هتتغير. طب لو كان للزام الكيرف والحسابات ايه؟ مش هتتغير. الحسابات هي هي. فاهمين؟ يعني انت ممكن كده يكون قاعد جاي لك السؤال ده اللي جنبك للزام اللي هو نوت ايكوال الديسيشن هيتغير ولا لا؟ هيتغير كل حاله الديسيشن هيتغير. فانت هنا كده لو جايب لك مثال بقى اللي احنا قلناه من شويه اهي طبعا هنا الديسيشن بيزد على الكالكوليتد اهي زد كالكوليتد بتنتمي لايه؟ للويج. كإكزامبل انا خدت مثلا منكم 20 ها؟ انت قلت 20 و 50 ستودنت 50 اوكي تمام؟ ولقينا فيهم كام؟ لا الاول بقى خمسه مثلا قلنا كام؟ لا في ال 50 من ال 50 كام؟ في 10 ماشي كده 5% يقول لك مثلا تيست 5% ذا فولوينج 5 10 10 من 50 ده صح؟ ايه؟ هاي بص 20% 95% اللي هم الاتش نوت بيقول ان البي اللي هي البروبوشن في البوبوليشن بتساوي مثلا 0.3 والالترناتيف البي قلنا ايه؟ انا كنت عامل حاجه فوق ولا ايه؟ انا افتكرت كنت كاتبها فوق. طب ماشي خلينا نكمل يعني ده اكزامبل كامل يعني البي هنا ايه؟ نخليها greater than كده ما فيش ولا واحدة من الأربعة ما أعتقد الألفا بتساوي كام؟ الألفا كام؟ 0.05 صح؟ آه. هنا طبعا هنجيب الأكسبتنس زي اللي فوق ديت تعالي اسمك 6.15 تبقى الألفا كلها اهي اللي هي 0.05 القيمة دي لو جبناها من التيبل أو كنت مديها لك اللي هي 1.64 هنيجي نحسب التيست بقى مفيش ولا حد من اللي هو مين زد اللي انا كاتبه من فوق ده بي هات ماينص بي نو بي نو 1 ماينص بي نو لا الفا بس الحسبه دي تطلع كام انا اقول 25 بي هات اللي هي كام هنا الفا بس هنا الفا اهي بس ليه 10 على كام؟ طبعا انت عاين هنا في هات ازاي انت بتتعامل مع الفا؟ تساوي 10 على كام؟ التيل ال 1 تيل الفا 2 تيل بوينت الفا اوفر 2 مظبوط ولا ايه؟ انتوا معانا يا جماعه ولا ايه؟ شكلهم كده سرحتوا وقتوا بعيد وانا عمال اتكلم لا تابعين؟ اه تابعين بس انا ممكن اغلط وانا بحسب فانتوا لازم تحسبوا معايا وانا بشتغل ماشي هنا البي هات بيساوي كام؟ البي هات 0.2 0.2 ماينس البي نوت اللي هي القيمه اللي بيفترضها 0.3 وبقى كام؟ بي هات اللي هي الـ او الـ لا انا مسميها بي نوت معلش انا اسف بي هات بي هات بي هات اللي هي كام؟ 0.2 0.2 في 0.8 1 ماينس يعني ها على اللي هي كام؟ على 25 على 50 لا 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 هم السامبل في سامبل اللي اخدته اللي هو 50 50 طبعا بعد ما نحسب دي كده هتطلع قيمه
القيمة دي بتنتمي لإيه؟ هل للوجيك؟ ديت الأكسيبت. ديت الأكسيبت. ولا ليه؟ الريجيت. بناء عليها نقول ايه؟ لو طبعا لو وقعت هنا ريجيت الشنود. وتبقى اوتوماتيك دي ده الايه؟ الاكسبت. لو وقعت هنا دي معناها ايه؟ دونت ريجيت الشنود تبقى الكلام ده مفهوم. طب يا دكتور سهل يا جماعه الكلام ولا صعب؟ نعم. سهل ماشي. هي هنا طلعت 20% يعني اقل من النسبه اللي هو اصلا مفترضها. واحنا هنا بنفترض ان هي اكبر فكده الاثنين يعتبر كده مفقودين. لا لا فين؟ مش هنا البروبوشن طلعت معانا 20% في السامبل. طيب وال لا 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 دي بتعتمد الحسبه ده لها حسبه كبيره جدا عشان تشوف البروبابيلتي. دي بروبابيلتي لا حسبه كده ازاي بتحدد ديت وواقع فين وايه علاقتها مع القيمه دي. طبعا انت لما بتشتغل بالباكج في حاجه اسمها البي فاليو بيطلع البروبابيلتي بقى للقيمه دي انت بتبص فيها بس. يعني ده بس عايزه وقت شويه بس عشان نشرح. تمام. انت خد الايه بالتطبيق اللي احنا بنعمله. السنه دي هنشتغل على باكج ولا حاجه؟ نعم. نطبق على باكج ولا والله يعني احنا نتمنى ان يكون في وقت نكمل الحضاره. يعني الموضوع ما يلحقش يعني فبنحاول بقدر الامكان احنا ايه يعني نلم الموضوع شويه. خايفين في اي لحظه كده يقع مني ايه؟ يلغي الغرفه. تروح رافعين يعني انا بزعل في نوع جديد. كنا جديد من فيروس كورونا. فاهمين يا جماعة؟ طب ده احنا انتهينا من ايه؟ انتهينا المجموعة اللي بدأت تتكلم انتهينا من ايه بقى؟ لو انا بعمل استيميشن للون بوبوليشن مين وتستنج برضه لمين؟ ون بوبوليشن مين؟ ون بوبوليشن بروبوشن صح ولا لا؟ طب لو انا عندي تو بوبوليشن بقى؟ انا شغل عادي زيك. ها؟ انا شغل عادي زيك زي. نفس الفكره بالظبط بس خلينا نكملها بقى طبعا هديكم حوالي 10 دقايق كده وبعدين نكمل. احنا فهمنا الفكره كان لازم اكتب الكلام ده كده عشان تفهموا القصه بالظبط ايه. دي نفس الكلام بالظبط هيطبق فين؟ في التو بوبوليشن ده هنشغل الباور بوينت وهنشوف بقى الايه نفس التركيبه كده بتاعت التو بوبوليشن نفهمها كويس قوي اعتقد هتكونوا فاهمين يعني طالما انتوا كسبتوا الجزء ده. وطبعا البرزنتيشن هبعته لكم. طب احنا انتهينا من الجزء بتاع الاستيميشن كله. يقضوكم قد ايه؟ 10 دقايق ولا كام؟ ساعه كام؟ كل واحد يظبط على ساعته ربع ساعه خلاص؟ بس هنبتدي على طول يعني ان شاء الله. باذن الله. اقوم مع بعض بقى. ايه؟ اقوم مع بعض.